بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر السيد عمر المسعودي على الاستضافة ديالو في بالمركز الرياضي موفاب، اللي فعلا توجت مؤخرا بأحسن صحفي رياضي بمدينة أكادير، واللي كان لي الشرف أنني نتسلم الجائزة من السيد عمر المسعودي اللي دائما يولي اهتماماته إلى الرياضة أو الرياضيين على العموم. وهذا الصرح الرياضي اللي تتواجد بالمدينة اللي هو موفاب، صرح رياضي متميز، ومنه يكون انطلاقة للتتويجات بالنسبة للرياضيين ديال جهات سوس ماسة عموما. فعلا هذا الشيء اللي فعلا تميز هذا اللي تميز موفاب، وتنتمنوا اننا يكون عندنا ان شاء الله واحد الصدى في المدينه ديال اكادير اللي تعتني بالرياضيين وبالرياضيات وبشتى انواع الرياضات بالمدينه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الجائزة الوطنية للشباب الصحفيين، كنهنيهم أولا من هذا المنبر من المركب الرياضي موفاب اللي كان الداعم الرسمي والشريك لهذه الفكرة. كنهنيهم على العمل الدؤوب الذي يقومون به، برهنوا على الكفاءة ديالهم، برهنوا على الحرفية في المستوى وفي المجال صناعة الإعلام الرياضي بالعموم والإعلام على الصعيد الجهوي بالخصوص. كان من بين الفائزين بالجائزة لأحسن صحفي رياضي على الصعيد الوطني الأشعري من مدينة أكادير، هذا الصحفي الذي يعتبر مدرسة، يعتبر لسان الرياضة الأكاديرية الجهوية، هو من الصحفيين القلائل الذين جالوا العالم وقاموا بمواكبة العديد من الدورات والعديد من البطولات الرياضية. هنيئا لمدينة أكادير بهؤلاء الشباب، هنيئا لمدينة أكادير بالصحفيين وما يزخر به مدينة أكادير من هذه الألسن المعطاء ومن هؤلاء الشباب الذين أعطوا الكثير ولا زالوا يعطون. نتمنى لهم التوفيق. المركب الرياضي موفاب دائما يرحب بهم في جميع تجوالاتهم وفي جميع لقاءاتهم، بل وحتى في جميع اللقاءات الرياضية والتظاهرات الرياضية الجهوية والوطنية ولما لا الدولية. مرحبا بكم مجددا، وإلى الملتقى في المناظرة القادمة إن شاء الله.